بتعرفي هاي أول مرة بحياتي بقعد هيك بمطعم راقي يعني وبشرب فنجان قهوة بهيك أجواء يعني اللي بيسموها رومانسية. احكي لي عن حالك. شو بدك أحكي لك؟ خلصت جامعة. خلصتي جامعة؟ مش زي الحمار اللي عندي. طيب. وبشتغل في بنك. اشتغلي في بنك؟ مراتي بتفكرني قاعد على بنك، بدات مص دمي مص. وبعدين؟ واتطلقت. ايه، هذا الظاهر جوزك ولا حبي هذا من المؤاخذة يعني. حدا بيطلق واحدة بمواصفاتك وبجمالك؟ حدا بيطلق البنك؟ طب ليش طلقك؟ قال ما بجيب أولاد. أنا مش بحاجة أولاد. عندي ولد ومشيبني الله وكيلك. بس بعطيها أعمل شنو؟ تعرف إني من زمان ما ضحكت هيك. استملي هالضحكة. إن شاء الله بتضلك مبسوطة طول عمرك. ما قلتي ليش صحيح؟ قديش وزنك؟ شو اسمك؟ اسمي فاتن. عارفي شو عكس فاتن؟ طلعن؟ طلعن، ما أنا قلت لك إياه على